سلماس كلها أكثر من سبب. أول شيء عشان ما تنفع في مقابلة أطوال. ثاني شغلة هذا يجي يبس علينا كل واحد يخالف ممكن 60 إلى ونص رفعوه على فالله يرضى عليكم. لو سمحتوا تحطوا الكمامة عشان كمان تحموا حالكم من المرض، نحمي الناس اللي معنا في البيوت وما نساهم في تطور الحالة. كل عام وانتم بخير. بمناسبة هذا العام الدراسي بعرفكم أونلاين عن بعد، لكن هاي أول مرة نعطيها فيس تو فيس أو وجاهية، فأهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله بكون فصل ممتع كله إن شاء الله فائدة للمتابعين. المادة هي مادة Adult Health Nursing اللي هي رقم واحد، لأنه عندنا Adult 1 Adult 2. تمام؟ شكرا. ليش رد السلام يعني هيك؟ لا الله يا هذا. طيب محبة. فالمادة من اسمها انه احنا كيف بدنا ندير بالنا على الناس اللي مرحلة الأدر تكون. شو يعني مرحلة الأدر تكون؟ يعني من حيث 18 من بلدنا. 22 لسات ما يكتبون شرط. وهذا غلط طبعا. طبعا غلط، بس انتم بتكيفوا. أو تعيدوا. في عندكم مرحلة الأدوليسنس والليت تشايلدهود، وبعدين بخشوا مرحلة الأدلتهود. الأدلتهود زي ما قلنا تختلف حسب الكلتشر. زمان عدول الرسول كان في 9 سنوات أو حتى 14 سنة تقدر تعامل معاملة الأدلتهود، لكن هسه دلوقتي يعني سن واضح أو صريح يقول لك قديش هو الأدلتهود. فإحنا في الغالب نعتبره خلاص لأنه هذا حسب المظهر تاع البيشنتس، فاحنا ممكن نعتبر انه اضغط ولا لا. مش دائما واحد عنده حاله تقزز في عمل الطفل بالضبط، لا، لكن نحكي كيف نوعها بالسلامه. الماده عباره عن 4 ساعات، رجعت زي ما كانت على دوري ايام وانا طالب كانت 3 ساعات، وبعدين عشان موضوع الاعتماديه حكونا لازم ترفعوها ساعه تصير 4 ساعات قضي. وهذا من مصلحتكم لانه راح يصير نغطي امراض اكثر. اللي عنده اي سؤال عادي يرفع ايده ويوقفني عشان نجاوب. وبتنعطى لطلاب سنه ثانيه. تفضل حبيبي. ايش ماده الزرع؟ ماده الزرع عليها واضح. وصلنا نشيل بعض المواد زي اللابات ايام خطتك، احنا ما فيش لابات على خطتك اظن. الماده من مستوى السنه الثانيه و هي طبعا تعليم وجاهي فيس تو فيس. بنحاول نستخدم فيها الانجليش از ماتش از وي كان. المنسق الماده هي الدكتوره هنا عبد، وبقيه الزملاء الموجودين في الليست هون دكتور علي عموري، دكتور علي عفور، دكتور علي شلفين، دكتور معطلش، كلياتهم عندهم شعب وبيدرسوا هاي الماده. الساعات المكتبيه بالنسبه لي راح تكون 12 2 4، ماشي 12 يوم 2 4 هاي ساعات المكتبية اللي بكون انا متواجد فيها في المكتب. بقية الايام ما بكون موجود في الجامعة او بكون في يعني مشغول باشياء ثانية. تقدر طبعا تتواصلوا معي وين ما كان على التيمز ماسنجر وين ما كان، ما في اي مشكلة. هاي الخطة يعني صرنا نعتمد هذا الاوتلاين كمان عشان موضوع الاعتمادية. اللي بهمنا بالخطة شغلتين. ليش ما افتح السلايدز واريح راسي؟ اللي بهمنا بالخطة بتصير بس اول شيء تعرف شو الكتاب المعتمد، الكتاب المعتمد اي واحد فيهم. زيكم بقول ليش حاطين عليه احمر؟ لا، اي 14th edition. انا راح انزله ان شاء الله اليوم على التيمز لانه عندي البي دي اف، راح انزل لكم الكتاب المعتمد اللي هو ميديكال سيرجيكال نيرسينج تكست بوك طبعا 14th edition. الكورس كونتنتس زي ما هي موجوده، الخطه اللي عملت لكم اياها على التيمز ما راح اروح ما راح احكي عنها كلياتها، لكن زي ما انتم شايفين راح نغطي كثير امراض وكثير مواضيع، فالماده زخمه كثير. ما حد يجي يحكي لي ليش ما بتحكي كثير عن الباثوفيسيولوجي تاعت البيشن؟
تقدم له رعاية للبيشنس اللي معها هاي الأمراض. هاي أهم شيء العلامات 30-40 30 first, second, 30 والفاينل 40 يعني بين قوسين علامتك بيجيبها بذرع. المشكلة مش شرط أول فصل تطبق عندنا في الهاشمية هاي الشهر على كل مواد التمريض عملي ولا نظري مش بس عشان تكون لا يعني على كل الدفع هاي اللي هي سكيل هذا ثابت يعني ما حدا يجي يقول لي قديش أبلج المادة قديش علامة الـ A بلس من هي قدامك موجودة من هون ماشي ثابت يعني بين قوسين مثلا أو مثال الـ A بلس كم العلامة تاعي 88 فوق هنا اليسار 88 فوق تاخذ A بلس لو كل الشعبة جابت فوق 88 شو تاخذ؟ A بلس ما حدا يقول لي النسبة 10% بس لا خلص هذا سكيل واضح علامة النجاح كم؟ 50-49 بنجح على الصيف صار ومادة الفيزيكا الثامنة 49 بس مش نحن ما بدنا نساعد لكن هاي الاعتمادية يا جماعة اعتمادية معناها انه لما تيجي تطلع برا تقول لك هالبرنامج اللي انت درست فيه معتمد اذا معتمد اهلا وسهلا تعال كمل دراستك عندنا تعال اشتغل عندي غير هيك وانا بدي اتعرف عليك فاحنا عشان مصلحة الطلاب فلازم يحصل الاعتمادية عشان يشوفكم في مرة فهذا السكيل قدامكم في عدل ما فيش عدل نحاول نستخدم مثال العالمية ممكن في عدل في بعض المواد يعني هون احنا نشتغل زي ما قلنا نورمال ديستريبيوشن فهذا عادي عمادة الأدلت لكن الأدلت عملي بدكم تشدوا حالكم كثير المواد العملية يا جماعة صعب جدا الطالب يجيب فيها علامة زي ما أخذت مبارح الدور ده أخذت الدور عرفتوا قديش في عندكم تقييمات تخيلوا فبسهولة يعني لو كل واحد راح عليك نص على نص على من هاي راح تلاقي بلس فبدك تنتبه كثير بالعملي لا تحاول أو يعني تحاول ما تخسر أي علامة في العملي أقل من 50 راسب للأسف زي ما قلنا علامتك إذراع أنت بتمتحن علامة طوال تروح قبول التسجيل ولا إلا أي تدخل خاص يعني لو في مشاركة نقول والله ندعمك شفتم مثلا مادة مقدمة رشيناك ثلاث علامة على المكان فهون لا تشدوا حيلكم وتجيبوا العلامة اللي انتم بدكم اياها في اي سؤال على السيلبس على المادة مستعدين لاول محاضرة تفضل ما في مادة ما في مادة لا first second final هذا الوضع الطبيعي لكل امتحانات الكلية قبل كورونا first second final بس مع الكورونا اجبرونا نستخدم نظام الميد ويصير فيه مشاركه والحمد لله خلصنا من هذا الموضوع ليش بدنا نبلش محاضره اليوم ماده زفت يعني لا سمح الله بكره صارت شتاء فيضانات عطلونا ما راح نعطل هاي شغله صحيح هاي شغله مكتوبه في بالكم عطلت الجامعه لظروف جويه ما راح نعطل شو عملت لكم امبارح ما بدنا يروح عليكم اي شيء حتى لو قالت الكلية خلص اعفوهم من المحاضرات ما راح اعفيكم عشان انتم تستفيدوا ماشي ما بدناش ندخلها في المادة في الاجزاء لكن على الاقل انكم انتم تستفيدوا وتعرفوا الامراض الموجودة في هاي المادة اول كم توبك بتزهق هذول يعني خصوصا هاي انا كنت صراحة معارض انك تنشرح المادة هاي لان راح تنشرح لكم في الكلينيكال فما كان في داعي ان اعيدها بتزهقني انا بتزهقني انا وانا اشرح انا بحكي لك فما راح تستحملون يا ربعي سجلت هسه انا ضغطت ريكوردينج عمل ريكوردينج لما ابعد لهناك الله اعلم كيف راح ياخذ صوتي فالاول شيء كنت احاول اعمله اني اشبك سماعه البلوتوث او اني لابسه بس للاسف ما ضبط فيعني هذا كويس شويه يعني انه مش بتزهق مش بتزهق تحملون عليها راح نبين علي يعني بعدين بنبلش بالجد الصح هاي هون قدام اقل سلايد فيهم اقل شابتر فيهم فوق 45 سلايد تعطيهم ساعتين كتاب هسه
حالات عجيبة ما راح أحكي لك واحد زائد واحد يساوي اثنين أو شو يساوي. ليش واحد زائد واحد يساوي اثنين؟ راح أجيب لك امتحان أربع خيارات من الصحيحة. بدك تختار الخيار الأصح لهذا السيناريو. ما في أي إشي بقول لك والله إذا بينزل البوتاسيوم بنسمي الكيس هاي الكريمة. هذا أيام مقدمة أيام الفاندمنتالز. هسا بجيب لك سيناريو بيشرح معاه هاي الكريمة وقاعد ياخذ دواء زي التجسيد. شو أنت بدك تعمل؟ بعطيك أربع خيارات صحيحة. لكن أنت هذا الموقف بدك تعرف شو أهم خيار بهاي اللحظة تعمل. أربع خيارات صحيحة. إحنا هون بنشتغل على إيش؟ على البريوريتي. اللي بتذكر أيام المقدمة اللي شرحنا هارون ماسلو شو قلنا؟ نشتغل على خشية الفنية فلا لازم نلبس الكمامة ونمنع الإصابة بفيروس كورونا صح؟ ما حكيش كمامة شو قلنا؟ يعطيك العافية. شو بدنا نعمل معها؟ طيب هاي الأوبجيكتيفز لمحاضرة اليوم. ما راح طبعا نغطي كثير بس شوية نخش على المادة. رح نحكي عن fluid volume deficit. شو يعني deficit؟ نقص. fluid volume excess زيادة. hyponatremia شو معنى hypo؟ انخفاض الدين او concentration بتاعك مين؟ natremia الصوديوم. والhypernatremia hypokalemia البوتاسيوم. وعندنا الhypocalcemia والhypercalcemia. الأصل طبعا غطينا كلياته محاضرة اليوم بس ما راح كثير بس شوي شيء. لكن المحاضرة الجاية راح نحكي عن ميتابوليك أسيدوسيس. هاي حلو هاي بصراحة هاي راح كثير. راح نحكي عن الأرتيريال أو الأيميجيز الأرتيريال بلود جازز والإنتربريتيشن إلها بما ما يخص الحضور والغياب. صار الساعة 8 الساعة 8 ما الساعة صحيح طبعا المحاضرات الساعة والله يطلع عليك سكرت الباب مش لا تفوتش لا عادي طب عادي نسمح لك بس حاول لا تخليهاش الموضوع يعني ريكرت. الساعة 8 نسمح وكنت أخلي للطالب يوصل على الساعة 8 الساعة 9 لا طبعا ليش مش لآمن بكرة انت اي دوامة في المستشفى ساعة 7 لا تكون مبسط السبعة اللي بتكون قاعد تحكي مع الممرض اللي قبلك يسلمك. فهاي فيها شوية بسموها ديسبلين يعني شوية من عودتهم على شغل المستشفيات. نبلش محاضرتنا. الجسم من ايش مكون؟ اهم مكون فيه سوائل اخص من ايش مكون من جسمنا؟ 60% اتليست water. شو وظيفة المي أو الفلويد أو الووتر في الجسم؟ شو شغله؟ ترانسبورت لإيش؟ لكل المواد اللي الجسم بيحتاجها مثل مين؟ مثل النيوتريانس والويست برودكتس بتاعت النيوتريانس. لأن الجسم لما ياخذ النيوتريانس بيتفرج عليها شو بيعمل فيها؟ بيستخدمها بالميتابوليزم. الميتابوليزم اللي هي عملية بروح بتطلع منها الطاقة رافش بتطلع منها الويست برودكت بروح بتخلص منها بالأماكن اللي بيصرفها الجسم حسب في المال. كمان الواتر هو عبارة عن إيش؟ هو ميديوم للميتابوليك الرياكشنز والميتابوليزم الكليات اللي هو عملية الأيض وعملية مثلا هضم المواد. كمان الواتر شو بفيدنا؟ بفيد بإيش؟ الإلكترولايتس الأملاح والمعادن مش المعادن الأملاح يكون موجودة في الجسم. كاتبين هون نون إلكترولايتس. هسا الإلكترولايتس بتكون لها شحنات وسهل إذابتها في الماء. النون إلكترولايتس مش بالسهولة إنها تذاب في الماء زي الفات. الفات بذوب في الماء. ريجوليشن اوف بادي تمبرتشر من أهم وظيفة من أو من أهم وظائف الماء في الجسم إنه بنظم عملية حرارة أو نسميها لما الواحد تكتف حرارة شو تصير فيه؟ العرق لازم يتبخر. ماشي؟ منين بده ياخذ الحرارة عشان يتبخر؟ من الجسم. فبتبرد حرارة الدنيا.
فهاي من أهم وظائف الووتر اللي بصفر أو بحافظ على temperature regulation. كمان facilitate the digestion والإليمينيشن. واحد عنده مش عارف أو عنده مثلا عسر هضم، شو نقول له؟ خلي شوية أكل يكون ملل، يعني إنه يكون thin، يعني إنه يكون سهل الابتلاع تاعه. طبعا كيف بخليه ملل؟ بخليه يعني فيه مي كثير. نفس الشيء للإليمينيشن، يكون عنده constipation إمساك، يكون كثر سوائل. كمان المية يعني من معظم سوائل الجسم الموجودة اللي في جسمنا هي مكونة من ماء. فمثلا السوائل الموجودة في الساينوفيال جوينتس اللي بتكون الكيس اللي حوالين المفصل، هاي مكونة من ايش؟ من لابريكيتس. لابريكيتس هذا مكون من ماء. لابريكيتس اللي هو زي الديكريتس اللي بنع الاحتكاك تشحين. تشحين، بس هذا تشحين للسيارات مش للبني ادم. نفس المعنى، نفس الفكرة، صحيح. نيجي للإلكترولايتس. إلكترولايتس اللي هم المعادن زي مين؟ زي الصوديوم، البوتاسيوم. شو وظيفتهم؟ واحدة منهم إنه ووتر بالانس ريجوليشن، بتحافظ على كمية السوائل أو كمية الماء في الجسم. طيب كيف؟ واحدة من دائما نحطها في هاي القاعدة في المواد، الصوديوم والووتر مالهم مع بعض، بيحك بعض. مرة بروح الصوديوم بتحرك الوتر، مرة بروح الوتر بتحرك الصوديوم. في معظم الأحيان، مش دائما، في معظم الأحيان. فهاي واحدة من وظيفتها أنها بتحافظ على الفلويد بالانس جوات الجسم. كمان الأسيد بيس بالانس. بس شو يعني أسيد؟ حمضي وبيس. بني آدم في عنده رينج للبي اتش. شو هو البي اتش؟ 7 لا 7.45. هذا البي اتش النورمال للبني ادم. اقل من هيك شو اسمه؟ واكثر بيس. فاحنا بدنا نحافظ على البي اتش تاع البني ادم خلال هذا الرينج. اكثر من هيك بصير عنده بيشنس مشاكل بالميتابوليزم، اقل من هيك ممكن البيشنس يصير كمان عنده ديستركشن بالسيلز وسيلولار انجري. فبدنا نحافظ على الاسيد بيس بالانس. وهي من وظائف الالكترولايتس خصوصا الفوسفات. الانزيم رياكشن، شو يعني انزيم رياكشن؟ كيف الانزيمات اللي تشتغل في الجسم بحاجه الالكترولايتس. والنيورومسكولار اكتيفيتي اذا اخذته بالفسيولوجي، بالفسيولوجي مين بيشتغل؟ كالسيوم بدور ولا ما يلبس دور؟ بالبروتيناتين والمايوسين. فكثير منهم دخل الالكترولايتس في النيورومسكولار اكتيفيتي. كمان عندنا الاكشن بوتنشال بتتذكروا في الفسيولوجي، تفتح الصوديوم بامب والبوتاسيوم بامب بيعكسوا التراكيز تاعي. فعشان هيك شو لازم نحافظ على بالانس في الفلويد والالكترولايتس جوات جسمنا عشان نضلنا سليمين وما نعاني من مشاكل. واحنا كنيرسز شو مطلوب منا؟ نعرف اول شيء نعمل مونيتورنج للبيشنتس انه ما بيعاني من اي مشاكل امبالانسز بالفسيولوجي تاعت الالكترولايت والفلويد. وكمان كيف بدي استجيب في حال انه صار بيشنتس معاه اي امبالانسز. هيا شو الناس نقول؟ هيلب بريفنتنج اند تريتنج فلويد الكترولايت ديستربانسز. عندي ديستربانسز في نفسها امبالانسز او اضطراب. بعد الفلويد حكينا ليش تكون؟ 60%. يعني واحد وزنه 70 كيلو جرام بديش سوائل تتكون من جسمه؟ طيب كده نطلع 42 لتر ماي. طبعا احنا عندنا قاعده موجوده هون وراح نجيها بعدين. كل واحد لتر سوائل نعتبر 1 كيلو جرام في وزن، ماشي؟ فواحد اللي وزنه 42 70 كيلو، تخيل 42 كيلو منهم عباره عن الموتر او عن الفلويد. هاي كميه كبيره. طيب الموتر عن الفلويدز هاي بتختلف، هاي النسبه بتختلف بعوامل، واحد منها او اهمها الايج. كل ما كبرت في العمر كل ما خف المسلز اللي على البني ادم. المسلز اللي هي سكيلت المسلز اهم مكان بتخبى فيه السوائل او بتجمع فيه سكيلت المسلز. فمعناها كل ما الواحد كبر في العمر شو بصير فيه كمية سوائل؟ بتقل. فاليونجر عنده كميات سوائل أكثر من الأولر.
body size. دقيقة والله غير تسولف. لا لا والله لا لا حلفت برضه بالحلف ما ليش دخل في شغله فجاه بقول لي شو حكى بقول له ما سمعت شباب الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم تفضل تمام بس بحب ان شاء الله الحكي الجاهل اي شيء احكوا عادي احكوا وقفوا بعيد لا فوق بس لما اشوف اثنين بيحكوا مع بعض مش قلت لك على العضلات هاي العضلات شايفين شو بعد شايفين شايفين انك بعد بعد تعليقات سخيفه نرجع البادي سايز حكينا مين اكثر شيء بجمع السكيلت المصري معناته الاوبيز اللي عنده فات هل هذا بجمع؟ لا معناته هسه نفس الوقت مش معناها ثين ثين يعني المفروض العالميه شخص على العظم او جلد على العظم لا يعني بين قوسين يكون في عنده السكيلت المصري مش واحد اوبيز اوبيز كلياته فات جندر من اكثر مهم نفس الشيء لانه عندهم بادي ما او مصل ماس اكثر منهم فالسكيلتون كعظم has low water content لكن المصلز هو اكثر شيء بيجمع فيه ووتر دافع للسكن والبلوت هاي هي اللي بتحتوي highest amount of water قديش البني ادم لازم يحتاج سوائل في اليوم عوض لترين الثلاثة في بعض المرضى زي مثلا عندهم فشل في القلب او فشل في الكلى طبعا شاهد ان شاء الله كثر السوائل لانه اذا كثر السوائل تزيد الضغط على الار واذا مريض الكلى كثر السوائل مرضى يمر فيه ضغط عنه فهذول المرضى نقول لهم حاولوا يخففوا يعني ماكسيموم واحد ونص بعض المرات تخليهم بس لتر واحد في اليوم بعض المرات السوائل موجودة هاي السوائل موجودة بمكانين انترا سيلولر و اكسترا سيلولر شو يعني انترا داخل الخلايا والاكسترا سيلولر خروج الخلايا زي ايش؟ انت ممنوع تشارك من هون لاخر الفصل والله ميكانيك شحن فالفلويد ان ذا سيلز هاي بتكون طبعا ثلثين السوائل اللي موجوده في جسمنا وين موجوده؟ في الانتراسيلولار شو يعني انتراسيلولار؟ هو الخليه نفسها انت لما تفتح الخليه وتجي تقسمها تلاقي فيها حدود بينما الاكستراسيلولار معناته المحيط في الخلايا باختلاف اماكنها هذا الاكستراسيلولار راح نيجي نفصلها اكثر في عندنا الاكستراسيلولار انترافاسكولار شو يعني انترافاسكولار؟ جوات الاوعية الدموية ماشي؟ جوات الاوعية الدموية فاحنا عندنا هاي طبعا البلازما هاي هي المكونة الرئيسية للانترافاسكولار فلويد البلازما ماشي؟ نص حجم الاشياء الموجوده بالانترافاسكولار مين؟ البلازما يعني الادلت بيشنتس تقريبا في عنده 6 لتر من الاشياء او يعني ايش اقول من الاشياء؟ ايش اقول فلويدز لحالها؟ 6 لتر من الفلويدز موجوده وين؟ في الانترافاسكولار بس مش كلياتهم بعتبرهم اكسترا سيلولار ليش؟ لانه في خلايا فهذول كمان في قسم منهم انترا سيلولار عشان هيك هي شطبتهم فالإريثروسايتس شو هي الإريثروسايتس؟ ما هي لازم تكون موجودة هون عشان هيك نشط بتاعها نصف كمية السوائل الموجودة بالإنترافاسكولار هي عبارة عن مين؟ بلازما فهيك شطبوا على الخلايا الثانية تفضل انتراسيلولار جوات الخلية نفسها جوات الخلية نفسها الخلية وين موجودة؟ الأماكن كثيرة في عندنا خلايا بالتشو بالأنسجن وفي عندنا خلايا موجودة في الأوعية الدموية في عندنا خلايا موجودة في الأعضاء في عندنا خلايا كثيرة في الأماكن بس احنا هنا لما حكينا انترافاسكولار حكينا جوات الأوعية الدموية جوات الأوعية الدموية مكون عندنا من سوائل عادية بقية الخلايا في عندنا سوائل جوات الخلايا بس جوات الخلايا حكينا عن المهم اللي هي موجوده اللي بحكي عنها الريفروسايتس الليكوسايتس الكروموسايتس هاي اوريدي احنا حكينا عنها الانترا سيلولار
طيب شو جسم صفى اكسترا سيلولار لكن جوات الانترافاسكولار البلازما بس ماشي. فنصف حجم السوائل الموجوده بالانترافاسكولار هي عباره عن البلازما، النص الباقي تقريبا احنا بنعتبره ضمن الانترا سيلولار. تفضل انت بدك اياه عملي لانه سامع شيء. تفضل عشان طيب الله يسلمك. هسه الجزء الثاني من الاكسترا سيلولار فلويد هو الانترستيشن. شو يعني الانترستيشن؟ جوات التيشو نفسه، جوات التيشو نفسه طبعا سراوندينج الخلايا، يعني بنفس الوقت ماشي هو جوات التيشو لكنه بنفس الوقت مش جوات الخليه، يعني قاعد محيط فيها. مثال عليها الليمف فلويد ماشي، الليمف فلويد اللي هو السائل في عندنا كمان ترانس سيلولار ترانس سيلولار يعني وهي تتنقل ما بين الخلايا نفس كلها معناها بربيط الخلايا. هاي تقريبا حجمها 1 لتر وهاي بتلاقيها موجوده في مثلا في السيريبرو سباينال زي السي اس اف فلويد اللي بيمشي حوالين البرين السباينال كورد البيريكارديال. بيري شو يعني بيري؟ حوالين. بس سبحان الله معظم وحكيناها كثير او حكيتها بالفيسك اكزامينيشن على الصيفي لما ربنا يخلق لنا العضو بتلاقي محيط في ايش؟ زي ساس زي كيس. واذا هذا العضو بيتحرك زي القلب او زي الرئتين تتمدد تتخلص معناته يعني مثلا نفترض هذا القلب لو بده يتوسع جواته كيس شو راح يصير في عندنا؟ فريكشن، راح يصير في احتكاك. وهذا الاحتكاك شو راح يصير عند البيشنت؟ بين نسميه فريكشن رب ماشي، راح يصير عنده بين. عشان هيك ربنا شو خلق لنا؟ كميه بسيطه من الخلايا من السوائل جوات هذا الساق حوالين الهارت. هذا هو شو وظيفته بالشحمة؟ ما ليش تفعل غير تمسك هيك داخل الفصل. شو وظيفته؟ تعمل لابريكيشن عشان نمنع الاحتكاك ماشي. فهذا مثال عليها بالكارديال فلويد، الساينوفيال فلويد الموجودة جوات المفاصل، الانترا اوكولار الموجودة جوات العيون، بلورال فلويد اللي هي موجودة بين في البلورال سبيس اللي حوالين يا سلام لا بلورال مو بالعين منطقة والله ما لك دخل بلورال فصحية بلورال اكو هسه قرب تنجر وطيب كفي يا اخوان حوالين الرئة يا عين عليك. صار تتذكرون شو بلورال سبيس بالاناتومي؟ هسه هاي نفس الموضوع اللمف لا يعني ها هسه انا صفر بالرسم استنى لما نشرح البارت نشوف مهارات الرسم. نفترض انه هاي اللنجز اللي حواليها ساك، بس السبيس اللي حواليها شو اسمه؟ بلورال سبيس. ومعلومه بما انه شتينا عن المحاضره احفظوها من هسه، يكون في عندنا ممبرين تو ممبرين، واحد محيط بالاورجن نفسه والثاني مبطن للساق. اللي بيكون محيط للاورجن نفسه شو اسمه؟ فيسرا. فيسرا ممبرين. اللي بيكون مبطن للساق شو اسمه؟ فرايتل ممبرين. وهذا موجود نفس الشيء للهارت، الممبرين المحيط في الهارت اسمه فيسرال، المبطن للساق اسمه بارايتل. نفس الموضوع ربنا شو خلق لنا هنا سوائل عشان لما اللنج يصير لها اكسبانشن ما تحتك هذا الساق وما يصير في عنده بين، فربنا خلق لنا هاي السوائل. هسه شو المشكله بعض المرات اللي بنعاني منها؟ البيشنت يصير في عنده شيء حاله يسميها بيريكارديتس. يعني بيريكارديتس ايتس التهاب في البيريكارديوم اللي هو الغشاء اللي بحيط القلب، فبالتالي بتزيد كميه السوائل هون. اذا زادت كميه السوائل هون طبعا مع عمليه الانفلاميشن راح يصير تضغط على الهارت،
وبالتالي الهارت راح يبطل يتوسع راح يبطل يستقبل الدم وبالتالي راح يبطل يضخ دم البيشن احتمال يصير في عنده صار بيجيني شوك وهنا اللانكس نفس الاشي اذا البيشن صار معاه مثلا حادث سير صار في عنده كونتيوجن لللانكس إصابة باللانكس من خارجية أو مثلا انفكشن زي حالات النيمونيا التهاب الرئة وصار يجمع عنده بص أو صار يجمع فلويد أو واحد صار معه حادث زي ما قلنا وصار في عنده نزيف فراش راح يصير هاي الحالة طبعا حسب شو المادة هل هي سائلة ولا غازية ولا فلويد نسميها هيموثوراكس نيموثوراكس أو بلورال فيوجن هاي كلها يعني الشغلات يعني شوية خذوا عنها لمحة لأنه راح نشرحها في المادة الدولة عرفنا وين الفلورا موجودة مش بالعين وين حوالين الرئة حوالين Digestive secretions زي مين؟ زي الـ HCS هذا شوي بلخصنا اللي حكينا Intracellular مثلا هذا مثال كل واحد 72 قديش من السوائل؟ 42 كيلو 40% منهم وين بتروح؟ في الـ Intracellular ثلثين هلا قلنا ثلثين تقريبا 40% والباقي ما بتكون طبعا 40% من ايش؟ من الموجود في الجسم يعني 40% من السوائل الموجودة في الجسم وين موجودة؟ الانتروسيلولا 20% باقيات اكسوسيلولا 20 زائد 40 60 فبطلع من وزن المريض اللي او 28 لتر من هذا المريض اللي وزنه 70 كيلو وين بتكون موجودة؟ في الانتروسيلولا الباقي ثلاثة إكسوسيلولار 10 لتر تكون إنترستيشيال للبلازما كنا حوالين 3 لتر 3.5 والترانسيلولار 1 لتر هذا صحيح فقلنا في فاكتورز اللي بتتحكم الايج والجندر والبادي سايز تفضل البلازما دائما هي اكسترا سيلولار بس انترا سيلولار ماشي يعني مطبق عليها شرطين اكسترا سيلولار لكنها انترا سيلولار طيب هسه بدنا نعرف من وين البني ادم بياخذ سوائل او شو الطرق اللي بيتحصل فيها سوائل شو الطرق اللي بتخليه يخسر سوائل ليش ضروري نعرفها؟ لأنه بكرة لما تتعاملوا مع patients مثلا بعالم من dehydration أو بعالم من fluid overload ضروري إنك تراقبها تعرف تعمل على الكور فالpatients أو البني آدم بشكل عام وين باخذ سوائل أهمها طرف الفم فالdietary intake of fluids والfood والfood كمان واحد يروح بدي ياكل منسف شو بدي يحط؟ شراب هاي أهم روت ثاني شيء عن طريق الانترال فيدينج شو يعني انترال فيدينج عن طريق إنه يكون في عندنا تيوب واصل لا 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 زي توجي لا 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 استمر زي توجي تيوب وفي عندنا بارنترال فلويد شو يعني بارنترال باستخدام نيدل على الفين هيك معناه بارنترال استخدام نيدل للفين فمثال عليها الاي في فلويد وكمان في عندنا Total parenteral nutrition. What is total parenteral nutrition? بالضبط. يعني مثلاً المريض صار معاه حادث سير. هذا patients لا بيأكل ولا بيشرب. عملنا له عملية في الجي آي. فمستحيل إنه نقدر نعطيه إنجي تو. يعني نعطيه فلويد أو نيوتريشن. فشو بيعملوا له؟ يركبوا له كاثيتر مباشرة على اسمها سنتر لاينز اللي هي زي مثلا هذا شو اسمه جيجولر فين وصلها للسوبيريور فينا كافا زي ما بقول شايفين هي واصله للسوبيريور فينا كافا وبالتالي بصير يعطوه محلول تركيزه طبعا في ناس تركيز الجسم وفي كل المواد الغذائيه اللي بنحتاجها زي الفات الامينو اسيدز بروتين فيتامينز
الالكترولايتس الووتر بالضبط الى انها تكون موجوده في التوتال مانجر عن الديشن. متى راح تاخذوا عنها بالتفصيل؟ سنه رابعه في ماده الكريتيكال. ماده الكريتيكال عرفنا من وين ناخذ الصوايا وكيف نخسرها. اهم مكان عن طريق الكيدنيز. طيب الكيدنيز شو بتعمل؟ تعمل فلتريشن. تخيل في اليوم الواحد قديش الكيدني بتعمل فلتره؟ ثمانين لتر في اليوم بتفلتر الكدني. يعني بفوت عليها بتعملها فلترة 180 قديش بتطلع منها؟ لترين عن طريق او على شكل يورين. ماشي؟ فهي بتطلع من لتر لترين ديلي. جنرال رول بقول لك عشان تحسب قديش البني ادم بالاصل بتطلع يورين كانها قاعدة 1 ملي بير كي جي بير اور. يعني واحد وزنه 70 كيلو 70 ضرب 1 70 ضرب 24 سبوا هذي ديش تطلع نينا خليها 100 اسهل للحساب. 100 واحد وزنه 100 ملي كيلو ضرب 24 يعني 2400 سي سي 2400 ML في اليوم لازم نطلع يوم. ماشي تمام. في عنا مصادر ثانية الواحد بيخسرها skin loss وهي انت ممكن ناخذ صوره مش ضروري انك تكون تركض او تكون عليك حراره عادي بشكل طبيعي وانت قاعد مرتاح تكون سنسبل او انسنسبل. شو يعني سنسبل؟ حاسس فيه انه في عرق. والله انا طلعت العب رياضه صار في عندي عرق واحد عليه حراره فيفر في عليه عرق هذا سنسبل. بينما الانسنسبل باص اللي هو مش حاسس فيه وانت قاعد يعني بيطلع منك عرق وانت مش حاسس. هاي كمان مثال ثاني على الانسنسبل باص اللي هو الفرنس. انت وانت قاعد تعمل اكسهاليشن او اكسبيريشن شو قاعد تطلع هواء لكن جواته اسبوع جواته بخار. عشان هيك بالشتاء واحنا صغار شو نروح نعمل على الازاز ننفخ عليه ونصير نفسه بالواقع. اللانس زي ما قلنا تطلع تقريبا 300 عن طريق الاكسبيريشن. الاكسبيريشن نفس الاكسهاليشن بالمناسبه. والجي اي تراكت بس 100 ل 200 سي سي بير داي اللي هو بيطلع عن طريق الاسطول او اذا كان طبعا هذا النورمال انه يطلع عن طريق الاسطول. ليش احكي عن الاب نورمال زي ما جماعه الدياليه يعني. ضربت لك مثال. ضربت لك مثال ثاني؟ لا بس انه 1 ملي بير كي جي بس انت واحد وزنه 100 100 كي جي شو بدك تضربي؟ واحد 100 ضرب 1 100 هسه صارت عندنا 100 كي جي سوائل. شو هاي اسمي اور هسه كم اور عندنا في اليوم؟ 24 100 ضرب 24 كم يساوي؟ 2400 بس ايوه بس وانا رحت اشتغل بالوحدات وما بسوي رياضيات بعدين راح ان شاء الله لما نيجي على وحده الكيدنيز راح تعرف ايش يسموه جي اف ار المليار فلتريشن ريت. بس هاي قاعده طبعا مش دائما نعتمد عليها دائما. يعني مثلا واحد صار عنده فولي استفق واحد خصوصا مع هذا الدلتا فاريانت تاع الكوفيد بضرب كثير من الناس صنعوا الجي ار تلاقيهم استفقوا كثير. اتوقع انه ابو المية طلع لي 2400 دولار لما ما فيش عنده سوائل اصلا طلعت مش لازم يعني تعرف الطبيعي. هذا الوضع الطبيعي ممكن تزبط معه لكن اذا في عنده اذر ديس اوردرز لا. هذا ملخص ثاني الانتيك. احنا عندنا 1000 ووتر تقريبا 1000 انا بشرب اليوم جزء 3 لتر من الحاجة. بالفود 1300
الاوكسيديشن اللي هي عمليه تكوين الماء جوات الجسم اللي هي 200 سي سي بالغالب 2500 الاوتبوت اليورين 1500 طبعا نافي الهرمون بيكون 200 ناصفيه ولسه 500 هل مقوم منكم تحفظوا هاي الارقام؟ لا تعرفوا شغله مهمه انه الانتيك تاع الفلويد من 2 ل 3 الا في بعض الحالات الممنوع يشربوا فيها السوائل زي هارت فيلير زي ما قلنا الملاحه القديمه رينا فيلير هذول مش لازم ياخذوا سوائل والاوتبوت تقريبا من 1500 ل 2000 2500 سي سي يورين مش راح اعطي كثير اليوم فمش عارف اعطيكم بريك تاخذوا لكم بس دقيقه نفس دقيقتين ولا نكمل هنا ونخلص يا حرام يا حرام يا الله تفضل حمزه تفضل دقيقتين بريك يا جماعه افتح الباب بس الله يرضى عليك عندك اربع سلايدات والله لنا أربع سلايدات بس الله يرضى عليكم بريك عادي استنى مش عشانك أنا عشانك صوايا بريك عادي يعني بس مش عشان تشيلوا مثل الماسك فريكشن روب كمان شفتوا اللاب يعني تهيئة اللي راح يجي Thank you.
بني آدم بحسابه الجبار هو على أكثر الأسباب بموت فيها. كيف الموعظة هاي؟ سجلوا لي إياها. لا تسبوش، احنا بنحكي بعض مرات لما زي مثلا حكينا عن هاي الاشياء diseases بس عشان شوي تاخذ فكره عنها. بلاش تثبتها، انا راح يجي موجود راح نشرح عنه بالتفصيل الممل وكيف بدكم تعملوا الكير بلان تاعت البيشنتس من عنده هاي diseases. يعني لا تهكلوا هم، والله حكينا شويه وما عرفناش الباقي التفاصيل. راح تعرفوا لما تخلصوا سياره مع راح تقولوا والله ولا احنا دخل بالتمرين. هذا شعور طبيعي يا جماعه، هذا شعور طبيعي. لا شعور طبيعي لما تتخرج وفعلا تصير تستلم مرضى، راح يعني زي ما بقولها تسترجع كل المعلومات اللي تمرين فعلا تعرف انه ما كنت لا كانت في دراستك على فرض. طبعا هذا بيعتمد راح تشتغل في الاردن ولا برا الاردن. حتى المستشفيات عندنا بالاردن بصراحه يعني الواحد عشان ما يهمش بلا شوي شوي يتحسن. في مستشفيات بتشتغل اي دي، في مستشفيات لا. خلينا نكمل هاي اربع سلايدات هسه. كيف بدنا نحسب البالانس تاع الفلويد؟ بكل بساطه قلنا في عندنا انتيك او الجيت وفي عندنا الاوتبوت اللي هو الباص، فهذول لازم يكونوا مساويات. احنا هون بحاله بالانس، اذا شيء اكثر من شيء صار في عندنا امبالانس. فالفلويد بالانس لما يكون الديفرنس بين التوتال انتيك والتوتال اوتبوت ماله ايكوال تساوي. مثلا بيشنتس ماخذ الانتيك بهذاك اليوم بكل الروتس 2000 سي سي لكن مطلع 3000 سي سي او 3000 ملي 3 لتر، يعني هو اخذ لترين وطلع 3، معناته شو عنده؟ عنده نقص لتر، صح ولا لا؟ هذا شو نسميه؟ نيجاتيف بالانس، ماشي؟ لانه عنده نقص، هذا بدهاش شطر، هذا يعني منطقيه. في الجهه المقابله مريض اللي عنده رينال فيلير، عنده فشل كلوي، الكلى ما بتشتغلش، راح شرب لترين سوائل والكلى يا دوب طلعت او بقيه الاشياء اللي هما الاوتبوت طلعت بحدود ال 1000 لتر فقط. فهذا شو صفى عنده زياده؟ 50 سي سي. هذول شو مالهم؟ بوزيتيف بالانس. فالنيجاتيف معناها لما تطلع اكثر مما بتاخذ، بالعكس وين؟ بوزيتيف لما تاخذ اكثر مما تاخذ. اي بيشنتس عنده نيجاتيف ولا بوزيتيف بالانس، احنا هون كنيرسز شو مطلوب منا؟ كلوز مونيتورينج لايش؟ للانتيك والاوت. يعني بيشنتس بصير احط له كاسات مي صغيره مثلا وحد بيشنس مثلا على الساعة 8 طول وين جبت له كاسة 250 سي سي، اروح على الشارت، في يعني شارت عملية البيشنس في هناك صفحة خاصة اسمها انتيك واوت، بنقول البيشنس شرب على الساعة 9 250 سي سي سوائل، جبنا له اكل، شو هو الاكل؟ طبعا نوصفه والدايتيشن لحاله يكون عامل استيميشن لكمية الفلويدز. راح الحمام لازم يكون موجود يورينال او الهات نسميها طبعا هات الصنوات في ميز اليورينال للميز عشان نقيس كمية اليورين اللي بده يطلعها البيشنت. فضروري جدا احنا اي بيشنت بيعاني من فلويد امبالانسز نراقب الانتيك والاوتبوت، لانه بناء عليها بدنا احنا نغير بالانترفنشنز بالكير تاعتنا لهذا البيشنت. تفضل. هذا ممكن يزيد عن طريق الانترافاسكولار، فبتزيد
كمية الصوائد جواتها، فبالتالي شو بتلاقي ضغطه؟ الضغط شو معنى تعريف الضغط؟ كمية ضغط الدم على الجدران الأوعية. فإذا زاد الضغط معناته كما زاد الحجم رح يزيد الضغط وبالتالي يرتفع الضغط. نفس الوقت إذا ارتفع الضغط وده راح تخوض بهاي في عندنا شيء اسمه هيدروستاتيك بريشر. هيدروستاتيك بريشر كمية ضغط السوائل على الجدران الأوعية الدموية. بس عندنا هذا الوعاء الدموي في جوا حوالي إيش؟ تيشو. ماشي. في عندنا هيدروستاتيك بريشر كمية ضغط السوائل على جدران الأوعية، وبالتالي إذا كان ضغط كبير راح تترشح لوين؟ للتيشو، ويصير في عندنا إيدينا. ربنا ما خلقنا هيدروستاتيك لحاله، خلقنا قوة معاكسة له اسمه أونكوتيك بريشر. الأونكوتيك بريشر هذا ضغط البروتين زي البلازما. ماشي. فالبلازما تعمل العكس، تمنع من ترشيح السوائل لوين؟ الاديما. فاحنا كمان في عندنا حاله بالانس جوات الانتروفاسكولار. فهذا كله بيعتمد، بقول لك عشان انت تريد حسب بيعتمد حسب حاله البيشنتس. مثلا في الست اللي بيصير عندها زي تصمم حمل وبيطلع منها اليورين، سوري بيطلع منها بروتين مع اليورين بسميها بروتينيوريا، شو بصير فيهم؟ ليش بتنفخ؟ لانه بيخسروا الانكوتيك بريشر. فالهايدروستاتيك بريشر هو اللي بيضل شغال بيرشح كل السوائل فبتتنفخ بصير عندها اديما. هاي كلها ان شاء الله بتعرفوها لبعدين باذن الله. الريجوليشن من اهم الاشياء اللي ممكن في جسمنا تعرفوا على الريجوليشن الفلويد بالانس والاسيد بيس بالانس هي الكيدنز. فهي بتحافظ طبعا عن طريق الكيس بارسيلر فلويد فوليوم لما بيجي عليها ويترشح وتطلع ال 2 لتر عن طريق اليورين، وكمان بالاوزموناليتي. شو يعني اوزموناليتي؟ تركيز السوائل او تركيز البلازما. قديش تركيز البلازما؟ من 270 ل 310 ملي اسمول بير لتر، هاي وحده الاوزمولاريتي. فلازم يكون في عندنا هذا التركيز ثابت. اذا صار بلش يزيد التركيز معناته البيشنس مال معناته السوائل. متى بزيد التركيز اوزمولاريتي؟ لما تقل السوائل. تلاقي تعرف في حاله الكدني انه والله الاوزمولاريتي مرتفعه، خليني احبس شوية سوائل عشان ارد اعمل معالجة. فالكيدنيز لها دور كبير. كمان لها دور كبير ايش؟ بالالكترولايت ليفلز، انها تحافظ على البالانس بتاعت الالكترولايت. وتعرف مين بدها تعمل له اكسكريشن ومين بدها تحتفظ فيه. اذا عملت ريتنشن للصوديوم شو راح يصير بالوتر؟ راح يصير الريتنشن كمان. كمان من وظائف الكدني انها تعمل قلنا بالاسيد بيس بالانس، لها دور كبير في المحافظه على اللي هو البي اتش ما بين 37 و 45، وراح نحكي عنها بالتفصيل لانه موضوعها شوي يعني بده استفاضه. لانه احنا عندنا شغلتين بتحافظ او شغلتين رئيسيات بتحافظ على البي اتش كدني، والشغل الثاني مين؟ لونج. اللونج الحلو فيها شغلها سريع. اذا لا سمح الله صار مع البيشنتس اي شيء بالبي اتش اللونج على السريع بتشتغل، طوالي بتشتغل. كدني بدها شويه وقت. لكن مين التاثير اقوى؟ كدني. صحيح بتطول لكن هي شغلها اقوى. اي شيء سبب الكدني بنسميه ميتابوليك، يعني ميتابوليك اسيدوسيس. يعني البيشنت صارت عنده حالة أسيدوسيس وسببها إيش؟ مشكلة في الكدني. أي إشي أي مشكلة في البي اتش وسبب اللونز شو نسميه؟ ريسبيراتوري أسيدوسيس ولا ألكالوسيس. يعني واحد صار عنده بانيك أتاك. شو هي بانيك أتاك؟ زي نوبة هلع، صار تنفس بسرعة. هذا اللي بتنفس بسرعة شو قاعد بيطلع؟ CO2. قاعد بخسر CO2 بسرعة. CO2 هاي مادة حمضية. إذا خسرنا الحمض شو صار جواتنا؟ قاعدة. معناته الحالة شو اسمها؟ الكالوسيس. شو السبب؟ شو سميناها؟ ريسبيراتوري الكالوسيس. فإحنا هاي راح نشرحها كثير في التفصيل المحاضرة. طيب كمان من وظائف الكدني إنها تعمل اكسكريشن للميتابوليك ويست اللي هي
الويست برودكتس بتاعت الميتابوليزم زي ايش؟ امونيا كرياتين هاي كلها بتطلع بعد ما نعمل احنا الميتابوليزم فبتروح تخلص منهم وهي الفضلات في الجسم شو تصير مع البني ادم يصير عنده تسمم يصير عنده انسفالوباثي يصير عنده مشاكل كثير كمان بتخلصها من التوكسيك سبستانسز الاكيوت تشين بالبادي ويت في الغالب بتكون مشكله وين؟ ماشي فأكيوت تشينج بالبودي ويت بتدل انه البيشنت صار في عنده فلويد فوليوم ديفيسيت او فلويد فوليوم اكسس وهي طوالي بس اول ما تصير هاي الحاله روح بقولوا للبيشنت او اعملوا له فحص كيف شو كيف؟ كيدني فانكشن تيست حصولي وظائف الكلى عشان اتاكد هل هي شغاله صح ولا لا طيب الهارت بلود فيسلز شو وظيفتهم؟ هم اللي بدهم يعملوا بامبينج يوصلوا هاي السوائل يوصلوا السوائل لمين؟ لكل الجسم للفايتال اورجنز كمان رجعنا نحكي عن مين؟ الرينا عن الكيدنيز الكيدنيز لان هي اهم عضو بتعمل ريجوليشن للفلويد بالانس لون فانكشنز هيا زي ما حكينا هون في عندنا مثلا نورمال كونديشن زي هايبرتنيا شو يعني هايبرتنيا اللي هي زي تكبني يعني شو بتعمل للبيشنت تعمل له انكريز بالووتر لوس صح ولا لا؟ يعني لما تتنفس بسرعه معناته قاعد بطلع بخار اكثر معناته قاعد بصرف سوائل اكثر وكمان ممكن تعمل ايش؟ ميجر رول ان اسيد بيس بالانس لها دور كبير فعلا في الحفاظ على الاسيد بيس بالانس لكن مين التاثير اقوى؟ تأثيره مش له هي أهم لا بالعكس اللونز في بهتم فيها لأنه شغلة بسرعة وذي المينت طوالة بتشتغل بينما الكدني هذا تستوعب أنه في عندنا مشكلة كمان في عندنا الباراثيرويد هرمونز طبعا هاي الباراثيرويد هرمونز بتنظم عمل أو تركيز الكالسيوم والفوسفيت اللي حاطط فيها في أو فور هي الفوسفيت ماشي عن طريق الباراثايرويد هرمون كالسيوم فوسفيت عكس بعض ماشي فبدي انا الكالسيوم معناته لازم اعمل بلوك على الفوسفورس عشان ارفع الكالسيوم ما في عندي فوسفورس بعمل بلوك على الكالسيوم عشان ارفع فهي كمان سبحان الله ربنا خلق لنا كل قوه في لها قوه معاكسه عشان احافظ على التوازن فالباراثايرويد هرمون هذا بيأثر على البون ريابسوربشن قديش انا عندي كميه الابسوربشن من الانتستنس لما انت تشرب حليب مثلا هذا كمان له عوامل بي تي اتش قديش في عندي فوسفورس وكمان الريابسوربشن من الرينال توبيولز شو هم الرينال توبيولز؟ من الوحدات اللي بتشتغل جوات الكيدنز اللي بتعمل فلتر فهذا البي تي اتش بقول لها قديش اعمل الريابسوربشن ولا لا كما في عندنا من الادرينال فانكشنز هاي اخذتوهم بالباثو سيرجي او راح تاخذوهم بالباثو راح نعرف شو هم الهرمونز اللي بتطلع من الكدني او من الغده الكظريه اللي فوق الكدني الادرينال جلاندز ففي عندنا مثلا الالدوستيرون الالدوستيرون شو هذا؟ هذا هرمون شو بيعمل؟ ريابسوربشن لمين؟ للصوديوم والصوديوم مين بيلتحقه؟ المي معناته البيشن شو راح يصير في عنده؟ فلويد ريتينشن ماشي هذا الالدوستيرون هرمون لحاله بيطلع من الجسم بيستخدم مثلا واحد متى بيستخدم متى بيطلع حالات ستريس واحد من اهم الاشياء ممكن يطلع حالات ستريس حالات الهيموريج حالات اذا في عندي ستينوسس بالارتري اللي جاي للكدني الكدني اذا ما وصل لبيرفيوجن بتنشر لانه طلع جزء من العقل الذي لا يستخدم ينهمر ماشي فالكدني بتفكر حالها هي مسيطرة أنا إذا ما بيجيني كمية سوائل هالقد أنا بتصرف ما بكيش تتصرف وأنا بتصرف شو بتروح بتطلع؟ تطلع الدستيرون ليش الدستيرون؟ تقول راح أعمل ريتنشن معناته راح يزيد كمية السوائل في الانترافاسكولار وبالتالي راح يزيد الكالسيوم فهذا هو شغل الدستيرون بيعمل لنا ريتنشن للصوديوم وبالتالي بيحبس معاه الووتر بس المشكلة شو؟ بوتاسيوم شو بصير بالبوتاسيوم؟ بتزيد الفلترة بتاعته فبصير مع البيشنتس هايبوكالينيا والهايبوكالينيا حالة خطيرة جدا على العالم
تصير مع الريثميس تضارب او مش يسموها عدم انتظام في نبضات خطيره. ما في شيء مش خطير يعني هاي المكالسيمة مش خطيرة مثلا فايش انت مسير تشوفه وبعد السماعة الشهوجات خطيرة جدا طبعا كل شيء خطير. احنا المهم يكون في عنا بالانس الالكترولات بالانس اي نوع اما ناس بخوفنا لكن هاي المكالسيمة بالذات لانه سبولها على السريع الهاف الكورتيزول كلياتنا نعرفه هذا هرمون ماشي في ناس بتاخد دواء لكنه في الاصل هرمون تفرزه من الادرينالينات شو شغله؟ كثير اشياء اهم هذا احنا بنسميه الماجيك درانس احنا لما نعطيك دواء ماجيك درانس دواء مريض بروح مش عارف ليش بروح اعطيك كورتيزون مريض بيعاني من اي شيء انفلاميشن اي انفلاميشن مش عارف ايش سببه اعطيك كورتيزون احنا بنسميه دواء سحري لكن مشكلته كمان له سايد افكت كثير واحد من اهمها بس السمنة الهشاشة العظام فإنه كمان يعني صار الفيكس كمان مش كبير لكن الكلاسيفيكيشن تاعته شو عيلته نقول له هرمون أو أنتي إنفلاماتوري إيجنت هو مضاد للإزدهار مرتب بس كمان شو كمان طلعوا هو أنتي إنفلاماتوري كمان إيش ميونو سبريزن شو يعني ميونو سبريزن خفض جهاز المناعة عشان هيك خفض المعدة وزراعة الأعضاء عشان جهاز المناعة ما يفرض العضو الانزلاق وبالتالي بعد ذلك وبالتالي بيشنس اللي باخذ كورتيزون عرضة لأي شيء صار الأمراض لأنه عميل ميونوس تفضل هسه مش من الباب الطالب أول ما صار مع الكورونا في حالة سموها acute distress syndrome هاي لما تصير في عنا زي تجمع تصير في عنا inflammation جوات اللنف تجمع السوائل جوات اللنف الجوات وبالتالي مفيش انا عندي حاجة الا نعطيه كورتيزون بس خلص صار ضرب طار اهم شيء انا امنع الانفلاميشن اللي صار جوات اللنف هاي يعني اثر كويس نبدا لو صايدتنا فالكورتيزون زي ما قلنا هذا الجسم لحاله بفرزه وممكن ناخذه عن طريق ثيرابي هذا شو مشكلته؟ انه بيعمل لنا كمان ريتينشن للصوديوم والووتر فالبيشنت اللي بياخذ كورتيزول ضروري انه نراقب له اشياء فيها من ضمنها الضغط والسكر ماشي والوايت بي سيز اللي هي خلايا الدم البيضاء بيتيوتري فانكشن شو هي البيتيوتري جلاند الفامي ماشي هاي بتطلع لنا الدي اتش اللي هو هرمون المضاد للديوريسيس اللي بمنع الادرار البول طيب بمنع الادرار البول عن طريق ايش؟ انه بقول بحبس السوائل يا كلى تعمليش فلتره طيب ايش؟ فهذا شوف بالتالي بيعمل بحافظ على الاوزموتيك بريشر الاوزموتيك بريشر كمان هذا له دخل بالهايبرستاتيك بريشر فبالتالي بنحافظ على انه قديش في عندنا ووتر جوات الانترافاسكولار سيستم في عندنا شغلات ثانيه احنا رادين حاكين عن الانتيبيوتيك هرمون هون فيرس رينين اجيتنسي اجستيرون ميكانيزم هاي كليات مين مسؤول عنها او مين بتبلشها؟ الكدني رينين الكدني اجيتنسي كذلك بس تتحول في بلانكس اجيتنسي ولا اجيتنسي وبالاخر الاجيتنسي 2 بيرجع للكدني عشان تفركتفز الاجستيرون هاي كلياتها بروسس كامله عشان تحافظ على ضغط الدم من هاي والمرضى اللي بيكون عندهم امراض او ارتفاع ضغط الدم تلاقي عندهم مشكله في هاي الميكانيزم عشان هيك شو بيعطيهم؟ انجيتنسين بلوكرز اي سي اي انهبيتور انجيتنسين كونفيرت انزايم انهبيتور قلنا هذا انجيتنسين 1 تحول انجيتنسين 2 عن طريق انزيم وهذا موجود في اللانس حول في اللانس المرضى اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم قلنا من اهم الاسباب تكون الكيدنز وعن طريق هاي الميكانيزم روح قلنا من اول الميديكيشنز اللي هو الاي سي اي انهبيتور تعمل بلوك على هذا الانزيم وبالتالي
من وقت الكاسكيد هاي كان. لكن مش كل المرضى بتحملوه، ما انه باللانس شغله باللانس ممكن يصير في معهم شورتنس في البريث ديسنيا، مش كل المرضى بتحملوا. خلينا نوقف هون اليوم، ظل عندنا 24 سلايد ان شاء الله اليوم الاربعاء، وممكن نبلش او مش ممكن على الاكيد راح ابلش في محاضره الاسم هذا. الله يعطيكم العافيه جميعا.